بسم الله، السلام عليكم. اليوم غندير لكم شعريه بالدجاج. عندنا التوابل: تحميره، البزار، سكنجبير، خرقوم، ملحه، السمن الحار، خرقوم عادي. عندنا الربيع، عندنا البصله، عندنا الثومه، عندنا الزيت، عندنا زيت العود، عندنا مطيشه، عندنا الشعريه زيت العود ومطيشه حتى الاخر. بسم الله توكلت على الله. نروحو الدجاج ديالنا. بسم الله. يلا لوحو البصلة ديالنا، لوحو الثومة ديالنا، لوحو الربيع ديالنا، التوابل كلها. هيا الملحة، نديرو الزيت، وكنردوه يتقلى، يتقلى مزيان حتى يطيب، وملي يطيب كنحيدوه، نخليه يتقلى مزيان. مزيان بعد ما كيطيب كنحيدو، وكنديرو الشعريه ديالنا. نلوحو على مطيشه، نلوحو على زيت العود، نخليو يتقلى مزيان. ها هو كتشوفو كيتقلى مزيان. غادي نرويو نسك الماء ونخليه يطيب، نسدو عليه ونخليه يطيب. خليه يطيب ونسدو عليه. هو الدجاج قلبناه راه طاب، غنحيدوه وغنزيدو 4 طماطيشات محكوكين، وغنزيدو زيت العود، ونزيدو الماء، ونزيدو الشعرية ديالنا، ونرجعوه يطيب. هما تقريبا 4 مطيشات محكوكين، زيت العود، كاس تاع الماء، نزيدو الماء تطيب فيه الشعرية. نديرو الشعرية ديالنا تقريبا شي جهد شي كيلو على حسب الانسان شحال بغا يدير، غير كتجي خفيفة وكتجي زوينة وفي ساعة كتصوب. صافي كنردوها طيب. هاهي طابت الشعرية ديالنا. هو الطبق ديالنا وجد بالصحه والريحه، ما كياخذش الوقت كثير، كيطيب في ساعه وزوين. اللهم بارك وزيد في ذلك، وشاركوا معايا في القناه ديالي، وضغطوا على الزر الاحمر، والسلام عليكم بالصحه والراحه.